السلام عليكم اخوتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا على احسن حال. اليوم جيت نقدم لكم واحد الوصفه سهله جدا واقتصاديه، ديال واحد الايس كريم ولا لادو ولا المثلجات كما كنعرفوا، يعني كما شفتوا في الصوره ديال المينياتور، يعني كيجيو غزالين وكريميين من داخل، يعني بزاف ولذاذين، ويعني وفي نفس الوقت يعني طبيعيين، يعني ما فيهمش مواد حافظه ولا شي حاجه خايبه. دونك بقاو معايا تشوفوا المقادير والطريقه، سهله جدا. دونك اخوتي، اول حاجه اللي كنحتاجو هي هذا الحليب، هذا ديال نص لتر. انا استعملت، بغيتو تضوبوا الكميه ضوبلوها، ما كاين حتى شي مشكل. دونك اخوتي، انا استعملت بالضبط هذا الحليب هذا، على حسب هذا لابواط ديالو غادي نحتاجوه. دونك هذا لابواط هذه ملي غادي نستعمل الحليب ما تلوحوهاش، يعني غتبقاو معايا باش نستعملوه. دونك غادي نفرغوا دابا هذا النص لتر ديال الحليب ديالنا في هذا الكاسرون. بسم الله. غادي نضيفوا عليها 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده عاديين، 3 معالق طبعا كبارين. دونك هي هذه عندي اصلا موزونه. دونك غادي نديروا واحد المعلقه ديال البسكوي، اي بسكوي كان عندكم في الدار. انا استعملت توستاريكا حيت هي اللي كانت عندي في الدار. دونك كنطحنوا هكا غبره، كنضيفوها الحليب ديالنا، وكنزيدو نستعملو عليها واحد فلون بنكهة الشوكولا، اي نوع ديال الفلون. انا استعملت الفلون هذا. وكنزيدو عليها واحد الساشي ديال الكاكاو المر، بغيتو هاد النوع هذا، بغيتو اي نوع اخر ديروه، كاين بزاف ديال الانواع. وكنزيدو يعني اخر حاجه هي واحد الملعقه ديال المايزينا. صافي، دابا كنمزجو كلشي مع بعضيتو بهذا الخلاط باش ما يبقاولناش داك الكويرات، كنمزجو مزيان. دونك اخوتي كما كتشوفوا، دابا غادي نحطو على نار متوسطه، غادي نخليوه يعني حتى يبدا يغلي مزيان باش كيرجع القوام ديالو يعني ثقيل شويه، ما كيبقاش هكا خفيف. دونك اخوتي ها هو بدا كيغلي، حين كيبدا يغلي كيرجع يعني يعني القوام ديالو بحال هكا، كل ما زاد غلا كل ما كيولي ثقيل. دونك حين يبدا يغلي غادي نخليوه 10 دقائق يغلي باش كيزيد يشد راسو شويه، وصافي وديك الساعه كنخليوه يبرد ماشي في الثلاجه، يبرد هكا في الحراره المطبخ، وكنمشيو دونك اخوتي ها هو الخليط ديالنا ديال الايس كريم ديالنا، ها هو برد، ماشي كما قلت لكم ماشي في الثلاجه، يعني بدرجه حراره المطبخ وصافي، يعني ولا دافئ تقريبا البارد. دونك دابا غادي نضيفوا له واحد دانيت ديال الشوكولا، غادي نمزجو مزيان معاه، نجيب واحد المعلقه. دونك اخوتي كيزيد يعطي واحد اللذه زاله فيهم، يعني كيجي بحال اللي كنشريوه من الاسواق، كيجي كريمي صافي. وكنمشيو مزيان، شفتوا الخليط ديالنا كيف ولا اكثر شي حين برد، يعني كيزيد يرجع لزيج كيبقاش خفيف. دونك صافي كنخلطوه مزيان،
دونك دابا غنبداو نحطهم في العلبه ديالنا، كنتمنى ما يسيحش من الجوانب، حيت وحده يعني هادو دخلوا مزيرين ولكن وحده بقات ليا شويه كتزعزع، كنتمنى ما يسيحش. كاين اللي صح ماشي مشكل، عندي ما ندير. دونك غنبقى نخوي شويه 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 في لابواط ديالنا. بسم الله. دونك صافي ها هما كيما كتشوف كيجي بحال هكا، دونك الحمد لله ما ساحش بحال هكا، شفتوا حيت كيدخلوا مزيان ما كيسيحش معاه، هو اصلا ما كيبقاش خفيف. وصافي ودابا كندخلوه للمجمد، كيبات ليله كامله ضاعوا، يبات ليله كامله. دونك ان شاء الله ديك الساعه غادي نزيد نشوف.